عندما يغيب القانون أكيد لا، يعني لا يبقى هناك أي ضابط يضبط هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات العابرة للحدود والتي جلبها النظام السوري بعد أن تمكنت يعني من فترة من بقائها في المناطق التي استولت عليها، ففي الوقت الحالي فبدأت بالاستيلاء والاغتصاب والتعفيش، ولا يوجد أي رادع يردع هذه الميليشيات. حتى النظام السوري نفسه ليس لديه القدرة على كبح أعمال هذه الميليشيات التي جاء أو التي جلبها النظام السوري. طبعا عندما يكون النظام السوري قادر على إيقاف هذه الميليشيات في يوم من الأيام، وهذا لا يمكن كونه هو من جلبها من أجل حمايته ومن أجل حماية المنصبين. لذلك في الوقت الحالي ستبقى هذه الميليشيات تعيث فسادا في الشعب السوري، سواء كان بالأشخاص أو البشر أو العقارات وكل شيء، ولا يوجد رادع يردعهم. طبعا نحن نتمنى ونطلب من الدول التي تعتبر هي داعمة للشعب السوري إضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة التدخل والضغط على روسيا من أجل الضغط على النظام السوري وعلى إيران من أجل وقف العبث لهذه الميليشيات بأرزاق المواطنين وأملاكهم وحياتهم. ولا ليس لدى الشعب السوري في الوقت الحالي أي باب آخر سوى الضغط على روسيا وعلى إيران من أجل كبح جماح هذه الميليشيات السلطوية.